لسه معاكم في مشاكل تسويق صناعة الدواجن، وهي واحدة من أبرز التحديات اللي بتواجه الصناعة الكبرى في مصر اللي استمارتها حوالي 64 مليار جنيه. استغلينا في الجدعان ندوة معمولة في الدهلية فيها العديد من صغار مربي الدواجن، وسألناهم إيه الحل لمنظومة التسويق في صناعة الدواجن، وإيه رأيهم في الشركة المصرية لتسويق الدواجن اللي أعلنها الاتحاد العام لمنتجي الدواجن وبدأ خطواتها فعليا، والآن هو في مرحلة دراسة الجدوى قبل إشهارها وإعلان أسهم الاكتتاب باستثمارات تقترب من مليار جنيه. وكانت ردودهم فعلا فيها حلول كتيرة جدا لأزمة التسويق. خليكم معنا. أبرز مشكلات صناعة الدواجن في مصر عدم وجود منظومة حقيقية للتسويق، يعني المربي بيربي ومش عارف هيبيع لمين وإمتى وبكام، ولما يجي ميعاد البيع يقولوا التجار ويتشرطوا وياخدوا الكيلو بأقل من سعر البورصة جنيه أو اتنين، وطبعا المربي بيستسلم ويبيع بالخسارة. على الأقل بيترحم من النفوق اللي بيزيد لما الفراخ يزيد وزنها أو تتقل زي ما بيتقال، وكمان بيترحم من تكلفة العلف والعمالة والسولار وغيرها. عشان كده تبنينا في برنامج جدعان ضرورة وجود منظومة لتسويق الدواجن ومنع تداول الطيور الحية ووضع خريطة وبائية للأمراض وضرورة طرح الدواجن للبيع قبل عمر 30 يوم، لأن بعده النفوق بيزيد بين القطعان والمربي بيخسر وإحنا كمستهلكين بنخسر لأننا بنحاسب في النهاية على كل الخسائر. المهم إننا استغلينا ندوة مهمة جدا عن السلامة المعوية للطائر في مصنع ستارفيت لآلاف الدواجن في ميت غمر بالدهلية، وكان بيحضر فيها خبراء شركة فاليوفيت التابعة للشركة الدولية للتبادل التجاري الحر IFT، وسألنا المربين ايه منظومة تسويق الدواجن اللي بيحلموا بيها، وايه رأيكم في الفكرة اللي طرحها الاتحاد العام لمنتجي الدواجن بإنشاء شركة مساهمة لتسويق الدواجن. محمود عبد الرؤوف رئيس مجلس إدارة شركة الإخلاص لتجارة آلاف الدواجن، كلامه مهم اسمعوا. الآن في مصر صناعة الدواجن بتعاني، الاتهامات كلها موجهة لصناعة العلف في الطن النهاردة ب 6200 6300، فعايز أعرف منك هل الخطأ عند مصنع العلف اللي مش عارف يقلل التركيبة ولا بدايل عشان نقلل التكلفة، ولا المربي اللي مش عارف يوصل بأعلى معامل تحويل بأقل نسبة من العلف؟ حضرتك احنا ما عندناش مشكلة في صناعة العلف، احنا المشكلة عندنا ولا في المربي، المشكلة كلها عندنا في السمسرة والبورصة بتاعت الدواجن، هم اللي بيتحكموا فينا، هم اللي بيتحكموا في المزرعة، وهم اللي بيتحكموا في سعر اللحم، وهم اللي بيتحكموا في حجم الفرخ اللي هم بيشيلوه. في الاخر ان المستهلك ما بيوصلوش الفرخه ب 16 جنيه ولا ب 17 ولا ب 18، اقل حاجه بياخدها الكيلو بسعر 22 و23 جنيه. استاذ علي عبد الرؤوف نائب رئيس مجلس اداره شركه الاخلاص للعلاف والدواجن. استاذ علي انا هكلم حضرتك على حاجه من كام اسبوع كده، اعلن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن عن شركه جديده اسمها الشركه المصريه لتسويق الدواجن. الشركه دي مهمتها انها تاخد من المربين الدواجن بتاعتهم، يعني المربي هيبقى مهمته ان هو يربي فقط وتاخد منه الدواجن وهي اللي هتطرحها للتسويق. اديني تصورك من خبرتك ازاي الشركه دي نضمن نجاحها بنسبه 100% لان هي الامل الوحيد. النهارده انا لو منعت تداول الحي واصبح قرار من السيد رئيس الجمهوريه بان ممنوع تداول الحي، اولا هحافظ على السعر، ثانيا هوصل منتج للمستهلك بسعر جيد، ثالثا هحافظ على المربي. المهندس عباس الطوخي رئيس مجلس إدارة شركة ستارفيت للأعلاف والدواجن بالدهلية، قصة نجاح كبيرة جدا وبدأ رحلة الكفاح بعنبر صغير للدواجن وشقي وصبر وأصر على النجاح وطبيعي ينجح. صناعة الدواجن احنا بقالنا 3 دورات، من فضل ربنا علينا ان بنحقق افضل النتائج القياسية، والمربي رغم انه بيبيع ب 16 و17 بس هامش الخسارة مش كبير، لو في الشتاء مع الامراض هيكون هامش خسارة كبير جدا، والناس بالسعر ده استحالة تواصل تربية الدواجن. الشركة دي لو اشتغلت من النهاردة هتقلل الشيدنج، هتقلل الامراض، لان المربي هياخد الفرخه كيلو 800 كيلو 900،
على عمر 30 يوم 31 يوم 32 يوم وهو بيخلص ويطهر ويزود عدد الدورات، هيزود الانتاج، الدنيا هتتحرك، المربي مش هيحس بالامراض لان الامراض بتيجي بعد ال 32 يوم. طب ده مردوده ايه على المستهلك من وجهه نظرك؟ مردوده ان هوفر 30% من كلفه الانتاج. ده الدكتور طارق شلتوت مدير عام شركه فاليو فيتا، طبعا خبير في اضافات العلاف من مضادات السموم الفطريه ومضادات الكوكسيديا ومضادات الكوليستيريديا ومنشطات النمو، لكنه برضه دارس التسويق وفاهم يعني ايه وضع منظومه لتطوير صناعه الدواجن. ازاي اعمل توازن ما بين مربي يقدر ياخد حقه ومستهلك برضه ياخد حقه؟ انا هبدا بالمستهلك لان هي دي مشكله اساسيه هتحل 50% مشكلة صناعة الدواجن في مصر. احنا سلوكيات المستهلك لازم تتغير. اولا في اجراءات معينة لازم الحكومة تشتغل عليها بقوة، وهي بدأت تشتغل عليها بس المفروض تتطبق وتفعل بقوة الفترة اللي جاية. اولا فكرة ثقافة المستهلك في التعامل مع الفرخة الحية. الثقافة دي طول ما هي موجودة صناعة الدواجن في مصر مش هتقدر تتقدم. لازم كل الوسائل الاعلام المرئيه والمسموعه والمكتوبه تضغط بضغطه اعلاميه قويه جدا عشان نغير سلوك المستهلك اللي هو يقبل الفرخه المذبوحه في المجزر والتعامل مع اللي هي فرخه صحيه قويه ما فيهاش اي نوع من انواع الاختلاف عن الفرخه اللي بياخدها وتتذبح قدامه. عنصر الامان متوفر فيها، ليه؟ لانها بتمر بعده خطوات حتى تتوفر ليها الكفاءه الصحيه لاستقبال المستهلك. الحاجه الثانيه رقابه وثيقه لتسعير المنتج النهائي سواء كتكوت بيروح للمربي، سواء كفرخه بتطلع علاف كله. يعني النهارده التكلفه قد ايه؟ هامش الربح بالنسبه للمنتج قد ايه؟ على الاقل خالص الناس يبقى عندها امل تتوسع وتكبر الشغل وما تخسرش، لان احنا كده عمالين نخش من خساره في خساره في خساره. الناس وبالتالي نحافظ على صناعه حجم استثماراتها 64 مليار جنيه وحجم عملتها اكتر من 2.5 مليون عامل. السلامه المعويه للطائر يعني حمايته من السموم الفطريه والكوكسيديا والكوليستيريديا وغيرها من الامراض اللي بتصيب الجهاز الهضمي وطبعا بتاثر على معامل التحويل الغذائي. يعني نحط العلف والطائر ياكل ووزنه ما يزيدش، وطبعا دي كارثه على المربي. وهيكلمنا عن مشكلتها الدكتور محمود الرامي المدير الفني لمجموعه اي اف تي. فهمنا يعني ايه عشان الناس كلها تستفيد، مش ال 50 او 60 واحد كانوا موجودين معانا النهارده من المربين، يعني ايه سلامه معويه؟ ازاي اكتشف ان انا عندي مشاكل معويه في القطعان بتاعتي؟ بدايه في اسباب كتير، هو طبعا كلها عباره عن سلسله من التروس كلها مترابطه ببعضها، اذا توقف واحد فيهم كل المنظومه هتقف. في بعض العوامل او الاشكال الاساسيه الظاهره اللي ممكن اي مربي او اي واحد صاحب خبره يشوفها داخل العنابر، الاول ممكن نلاقي عدم تجانس في الاوزان. في نفس الوقت في بعض الامراض بقى الظاهريه او الاشكال الظاهريه من الامراض زي مثلا الاسهالات، يعني في اكتر من حاجه ممكن نتكلم فيها، ده موضوع كبير. الحل يا دكتور، انا مجرد ما اكتشف الاعراض دي عندي في المزرعه اتحرك فين واخد ايه؟ الافضل ان احنا نعمل دلوقتي وقايه، بمعنى ان انا اسبق الحدث قبل وقوعه، اعمل استخدام مضادات ايا كان بقى، بنتكلم على الكوتيديا او على الكوليستيريا سواء امراض سواء فيروسيه سواء طفيليات او بكتيريه، وفي نفس الوقت انتقي بعض الخامات الجيده اللي فيها نسبه سموم قليله على اساس بشكل كبير اقلل نسبه السموم الفطريه اللي بتكون داخله في العلف. لازم نعمل منظومه تسويق محترمه للدواجن ونفعل قانون منع تداول الطيور الحيه، يعني المربي يبقى عارف بيربي ايه وهيبيع لمين وفين وبكام. كفاية خسائر وخراب على الجميع. تشاهدون بعد الفاصل فريق الجدعان في أكبر مزرعة لتربية وإنتاج الأرانب في مصر، وتبلغ طاقتها 1680 أم و310 ذكر أرانب من سلالات ألفي لاين وإسكندرية، وتنتج 17 طن لحوم أرانب كل 42 يوم، وتكشف لأول مرة شخصية العالم المصري الذي نجح هو وفريقه في إنتاج أول سلالة أرانب مصرية.